فاني تمادى الحزن في وطني وغطى الدمع أجفاني. حلب مدينتنا انتشأنا فيها، عشنا فيها طفولتنا وعمرنا كلياته. فدخلت أنا على المعرض وشفت الصور ما تملك حالي، يعني كان شريط حياتي كله في المدينة، وبالأخص يعني اليوم جاني خبر بالصبح أن والدتي توفت وهي موجودة بحلب، وما بقدر يعني والدتي بعيدة عني وتوفت هنيك وأنا هون قاعد، إحساس كتير فظيع. في 25 من حزيران 2016 شن نظام الأسد هجوما عنيفا للسيطرة على حياتنا حلب، أسقط رأس حلب، الله يردنا عليها يا رب يا حيب حلب. سبب ما جئنا نسمع أو نتذكر مأساة الأليمة، تهجيرنا من حلب وعذابنا كان من النظام، والله ينتقم منه ومن أعوانه، عدت علينا فترة صعبة كثير صعبة. أولا هي إسقاط النظام بإذن الله، ثانيا إخراج المعتقلين اللي هن الرقم الصعب والرقم الأصعب بثورتنا، بإذن الله تعالى نحن ثورتنا مستمرة. اليوم 21/12 هو مناسبة أليمة وذكرى أليمة على أهلنا وأهل حلب بتهجيرهم بعام 2016، التهجير القسري الذي حصل ضد أهل حلب من خلال استخدام سياسة الأرض المحروقة والحصار الخانق على أهل حلب حتى خروجهم إلى باقي إلى إدلب وباقي المناطق الأخرى. عشرات المجازر بحق المدنيين نتيجة استهدافهم بشكل يومي من القناصرة. إعفاءاته هي لا تساوي عنا شيء نهائيا، أولا هو المطلوب لنا وليس نحن المطلوبين، نحن أصحاب حق، نحن ثوار خرجنا للمطالبة في حريتنا، خرجنا للمطالبة بإسقاط الظلم والجور عن أهلنا. نحن اليوم عم نعيش الذكرى السادسة على تهجير أهالي مدينة حلب، أكبر جريمة تهجير قسري صارت بسوريا نتيجة إجرام الأسد والاحتلال الروسي وعصابات إيران. حبينا نذكر العالم بالمجازر والمآسي اللي عاشوها أهل حلب أثناء فترة الحصار تحديدا، وقبل فترة الحصار الأيام اللي كانوا يعيشوها بمدينة حلب نتيجة حملات القصف والمجازر اللي تصير. طبعا المعرض اخترنا عنوان راجعين يا حلب تحت عنوان حملة أطلقناها سابقا للتأكيد على حق العودة اللي هو أبسط حقوق المهجرين، إنه يضلوا يأكدوا على حق العودة والرجوع لبيوتهم وأرضهم وبلدهم. Thank you.